اللي قاعد يقدم فيهم قائد الفريق محمد القطري. والممرن الفريق السيد كوستوف. بالنسبة للملعب التونسي في حراسة المرمى منذر بن جبل رقم 2، توفيق المهدي رقم 3، جلال باللحظة رقم 15، هشام الدراوي رقم 5، صابر الغور رقم 6، فوزي بن فرحات 7، عبد الحميد الهرقيل 8، كمال الخميري رقم 9، هشام هاشمي ساسي رقم 10، طارق الهواري ورقم 11، هشام النسيبي. الاحتياطيين عبد الحسين بلاغه رقم 2، رقم 4 طارق بن احمد، رقم 12 عبد القادر الركباوي، رقم 14 ياسين دهليز، ورقم 16 فيصل الجبلاوي. ومدرب الفريق السيد بيجي. فيما يخص طاقم التحكيم، يتركز كحكم رئيسي سيد فتحي بوسته، يساعدوه في رقابه الخط كل من محمود حسني وعبد الرزاق الزريبي، وحكم الرابع السيد رشيد بن خديجه. في الدور 16 في فيصل ضد فرق الدور النهائي، الملعب التونسي انتصر على رواف القفصة 3-1، ومستقبل مرسى انتصر على ملعب مكنسي 1-0. في الدور ثمن النهائي، الملعب التونسي انتصر على جريد تونس 3-1، ومستقبل مرسى انتصر على مستقبل ودليل 2-0. في الدور ربع النهائي، الملعب التونسي انتصر على محيط القرقني 1-0 من الملعب التونسي، ومستقبل مرسى انتصر على نادي البنزرتي بفضل ضربات الجزاء بنتهت المباراة 2-2. في الدور نصف النهائي، الملعب التونسي انتصر على النادي الهلالي 1-0، ومستقبل المرسى انتصر على شبيبة القروان بنتيجة 2-0. وبعد قليل اذا ستعطى اشارة انطلاق الدور النهائي بين الملعب التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى في سن الاكابر، وصور تذكارية للفريقين وكذلك لطاقم التحكيم قبل الانطلاق الرسمي لهذه المباراة. السيد فتحي بوسته امامكم على الصوره، وهو تتويج شخصي لهذا الشاب الحكم الشاب اللي يقدم مستوى طيب طوال الموسم الرياضي الحالي 89-90. فكانت ثمره الوجه المشرف اللي ظهر به امامكم هاشم الساسي، ثمره الوجه المشرف به ان اسندت له هذه المهمة، وهي مسؤولية كبيرة، ونتمنى أن يكون المستوى وهو جدير بهذه الثقة التي وضعت في شخصه. إذن ضربة البداية باش تكون من جانب مستقبل الرياضي بالمرسى أمام الكرة. قائد فريق الملعب التونسي هو عبد الحميد الهرقال، وقائد الفريق مستقبل رياضي المرسى محمد القاسري. أمامكم محمد القصري قائد الفريق رقم 2.
وتعطى ضربة البداية وتماس تماس لمستقبل الرياضي بالمرسى. يتنفذ تماس فتحي ترابلسي ثم مباشرة إلى اللاعب أنور بن عبد الله وتتقسم طارق الهواري. طارق الهواري بجنبه ساسي. ساسي هاشمي ساسي مازال محافظ على كورته. هاشمي ساسي مازال محافظ على كورته وثم جلال بالأخضر وثم تماس للملعب التونسي بعد تدخل من محمد القصري. جلال بالأخضر باش يتولى تنفيذ التماس. ثم هاشمي ساسي. هاشمي ساسي مازال داخل مناطق الجزاية غير التوزيع ما تشكر عبد الحميد الهرقال الآن توصل له ثم المهذبي وكرة مازالت ما خرجتش ترجع اللي فايت مستقبل رياضي بالمرسى عن طريق الترابلسي. سيرة مباشرة فتحي الوسلاتي. فتحي الوسلاتي ومعه المهذبي. فتحي الوسلاتي الكرة مازالت ما خرجتش ركنية و تماس الصابر قبل ان تكون ركنيه. الوسلاتي طويله وتخرج ضربه مرمى لفائده الملعب التونسي. توصل الكرة إلى صابر الغول الدراوي. الدراوي مازال محافظ على كورته طويلة وتتقص من محمد علي المحجوبي. بطبيعة الحال في بداية المباراة بن عبد الله الكرة تدور شيئا فشيئا. محمد علي المحجوبي بعدها القصري تصلوا الكرة القصري وترجع من حسين الصحراوي طويلة. سيدي وتهرب عليه وتتقص ويتعكس الهجوم عن طريق عمرو بن عبد الله. ثم الهرقال الآن الصحراوي القصري. القصري طويلة ترجع من الدراوي ثم عبد الحميد الهرقال. عبد الحميد الهرقال مازال محافظ على كورته. خميري ثم من جهة اليمين مهذبي ومهذبي تعرض إلى إصابة والحكم ما قصرش. السيد بوسيت أعطى أسبقية اللعب وثم مخالفة أخرى. وثم انذار على ما اعتقد. اول انذار. هاي الاعاده ترابلسي مع الخميري. الخميري مازال ملقى على الارض بلاو باش يقوم لا باس. يقوم اذا الخميري. خمسة دقائق لعب والنتيجة لحد الآن صفر مقابل صفر. ثمان سيبي وترجع من محمد علي المحجوبي. ثم ترابلسي ومعاه مهذبي. ترابلسي مازال محافظ على كورته.
يبحث على المسانده يشيلوا وتخرج تماس. وانسيبي يتحط على تماس دخل. نفذ التماس مهذب يوزع وتم عرض احمد الرجال ضرب عليه. ضرب على الهشمي الساسي. عبد الحميد الرجال ما خلطش عليها. تم حاتم بن بلقاسم. حاتم بن بلقاسم بهيلة ياسر. هيلة ياسر من حاتم بن بلقاسم وتتقص الكرة. والحكم يأتي مواصلة اللعب صابر الغول الآن. صابر الغول. أما جلال بالأخضر طويلة. هاشمي ساسي وطارق الهواري. هاشمي ساسي قصيرة. مازي بن فرحات طويلة. اتجاه نسيبي. وترجع من حسين الصحراوي ثم فتحي طرابلسي ويتحصل على مخالفة. مخالفة اللي فاتت مستقبل غادي بالمرسى. كانت حل الفرص ما زالت ما جسمتش وزوج فرق ما زالوا ما دخلوش. العشي وهبي العشي. محمد القسري طرابلسي ومخالفة يتحصل عليها طرابلسي. لا مرد مجدود حصل على تمريرة تهاب. القصري ثم واحد بالعشرة ثم لمسة يد. ثم لمسة يد من الدراوي. واحد بالعشرة تسلم فيه بجانبه محمد القصري. تنفذ ثنائية. واحد بالعشرة يحاول باش يقذف وثم تسلل يشير له مراقب الخط. تسلل. كان أشار له السيد محمود حسني أمامكم على الصورة. نفذ صابر الغولي إلى منضب بن جبل. الحميري مهذبي. مهذبي مهذبي ثم محمد علي المحجوبي. مناش تركيز التوجيه. محمد علي المحجوبي بطبيعة الحال ثم تخوف من كلا الفريقين الثلاثي. وتتقص صابر الغول ثم الهاشمي ساسي والقصري قبل. القصري مع الهرقال. القصري ترفع الهرقال. الهرقال يعكس الهجوم مع وهبي العشي والكوره ما زالت ما خرجتش. ثم الصحراوي. الصحراوي مازال محافظ على كورته ويتحصل على مخالفه. ممكن الصحراوي هيك. الى حد الان نوعيه اللعب ماهيش طيبه. بطبيعه الحال مازلنا في بدايه نتاعها. حتى بالقسم. حتى بالقسم تشرش له ثلاثي. دراوي اذا صبر له. صابر الغول. مهذبي. مهذبي شوفوا التركيز مثل ما يشبه كل مجال الملعب التونسي. وثم قذفه تصل مباشره الى الحارس. وجبل بتوزيع قذفه. بطبيعه الحال الحاله النفسانيه عندها دور كبير في لقاءات الادوار النهائيه. ان المقابله فقط هي اللي تجسم التتويج في النهايه. هواري. مهذبي وشفت انه مهذبي تماس تركيز بكل. قدم محمد علي المحجوبي. محمد علي المحجوبي قصيره ما تخلطش عليها اللاعب وهبي العشي وتخرج ضربه مرمى. ثم المهذبي ربما يحب يطلب في التعويض يحب يخرج على اساس انه قاعد يشكو من اصابه. هذا الهواري امامكم لكن المهذبي من الناحيه الاخرى قاعد يتوزع شويه بساقه. وثم زوز لاعبين ملعب تونسي قاعدين يكونوا بحركات تسخينيه. ياسين دهليز امامكم كنت تشاهدوا فيه. وتخرج الكره تماس. ثم
ياسين جهيز وطارق بن احمد قاعدين يقوموا بتسكيلين. محمد علي المحجوبي حاتم بن قاسم وبالشوق ايضا لتعويض بعد قليل. تقص الكره كمال الخميري وتخرج مباشره في التماس. نفذ التماس مهذي هاشم الساسي هرقال حاول قذف الهرقال والكره نتاعو تخرج. ركنيه يقول الحكم واول ركنيه اول ركنيه في ملعب التونسي. نفذ الركنيه وثم حتى حد في الاستقبال. وترجع الكره من انور بن عبد الله. ناصر البدوي محمد علي المحجوبي لويسي محمد علي المحجوبي ترجع له الكره من جديد. محمد القصري يعاد الهجوم. محمد علي القصري وزع ثم وهبي العشي ثم قذفه والكره خرجت. مراقب بالخط سيد محمود حسني اشعر بالرايه نتاعو على اساس ان الكره خرجت من الميدان. كان قريب من العمليه. باب الغول طويله من صابر الغور في اتجاه هاشم الساسي ومع محمد القصري. هاشم الساسي قبل باللحظه جلال باللحظه جلال باللحظه جلال باللحظه وتقص من محمد علي المحجوبي وتعكس الهجوم. ثم الوسلاتي الوسلاتي ومعها دراوي بايه من الدراوي تقص من الدراوي ومع مضايقه من الوسلاتي اللي فتكها منه الوسلاتي. الوسلاتي يتحسن على الركنيه والركنيه الاولى اللي فائت المستقبل الرياضي بالمرسى. اذا ركنيه بركنيه الى حد الان على مستوى الركنيات كما تعادل. تتنفذ الركنيه بسرعه. محمد القصري محمد القصري يوزع وثم المهذي وقف بعيدا. من بن عبد الله وثم الى حد الان تخوف كبير من الجهتين ومهمش الى حد الان مسكين بزمام الامور. ثم اخطاء كثيره وتمريرات الى الخصم. ثم الهاشمي الساسي الهاشمي الساسي دخلت غزاه معها الفيديو والفيديو ما قصرش. لكن الهاشمي الساسي فات من الكوره يحاول باش يوزع ثم الكره مازال ما خرجتش. ونصر الفيديو يخرج الكره الان في التماس. لاحظتوا اذا الارتباك البادي على زوز لاعبين سواء هاشم الساسي او الحارس المرمى نصر البدوي. ترجع الى نسيبي ثم المهذبي. نسيبي مازال حافظ على كورته تصل له الكره الى المهذبي ووزع المهذبي وتخرج الكره من دفاع مستقبل الرياضي بالمرسى. بن عبد الله ثم جلال الاخضر وتخرج الكره ركنيه اللي فات مستقبل الرياضي بالمرسى. الارتباك واضح 15 دقيقة لعب. النتيجة إلى حد الآن 0-0 والركنية الثانية بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى. وهبي العشي كالعادة في التنفيذ أمامكم. وهبي العشي وزع وترجع من الدفاع وركنية أخرى
الركنية الثالثة. ثلاثة مقابل واحد فيما يخص عدد الركنيات. نفذ الركنية وترجع من الدفاع ثم بن فرحات أمام وهبي العشري. بن فرحات من جديد ويتحصل على مخالفة بن فرحات على أثر المضايقة من وهبي العشري. دراوي في التنفيذ. صابر الغول. صابر الغول. جلال بالأخضر. طليق. جلال بالأخضر. يتواقع جلال بالأخضر. جلال بالأخضر يقذف بعيدة. حد يجرب حظه من بعيد. أمامكم جلال بالأخضر. مدافع أيسر من مواليد 25 سبتمبر 66.